في التجمع يعني نبتدي نقول من اول 6700 6800 لحد 10000 جنيه، ده في التجمع. في عندنا تاني في هليوبلس الجديده من اول 5000 لحد 9000. في متوسط المتر في جولد يارد في مساكن شيراتون حوالي 11000. ده يعني متوسط الاسعار اللي موجوده حاليا في المشروعات بتاعتنا. يعني طريقه السداد ازاي؟ في مقدمات من اول 10% و15% و25%، وفي مشروعات التقسيط فيها بيوصل لحد 100 شهر. طب في المتوسط التقسيط عند حضرتك على كام شهر؟ في المتوسط لو رحنا يعني حوالي 48 شهر، ده المتوسط. في مقدمات تانية لما بتزيد في مشروعات اليوبلس بتوصل لحد 100 شهر، وكل ده طبعا بيكون بدون فوائد.